بهذا المقطع يا اسطير مثل ما انتم شايفين نزل متجر هاكر جديد، واكيد راح ندخل نشوفه شو فيه وشو ما فيه. طبعا كل شيء باين وراي، ليش لا ندخل نشوف شباب؟ كل شيء باين من ورا، ليش عم بقول كل شيء شوف شو ما نشوف؟ كل شيء باين من ورا شباب، بزنس كينو اسطوري بهذا المتجر الهاكر. ندخل نشوف شباب شو فيه اشياء ثانيه. اوكي يا حلوين، خلينا نقول ليتس جو. اوكي يا حبيبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب رح ندخل بشوي، رح ندخل بشوي من وش فرجه بشوي. طبعا شباب انا ماني بصحصح شباب، طبعا القهوه جنبي، خلينا ناخذ جنب شباب قبل كل شيء. تفضلوا قولي اوكي، قولي ما بعرف شو. اوكي يا حبيبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب خلينا ندخل بال 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 بالبروفايل، نجهز الاي دي شباب، انه حاسس انه ما راح يكفونا ال 1300. اوكي يا اساطير، يلا شباب خلينا ندخل على التقويم. طبعا شباب اللي ما يعرف كيف يدخل على احداث باللعبه، طبعا شباب دائما بتشوفوها موجوده على اليمين، على اليمين على الزاويه اليمين، طلعوا معي هنيك بالزاويه شايفين ما بتعرف بكبس هنيك. اوكي يا اساطير، تدخلوا شباب عندكم هون بالايفنت. اوكي لا مو من هون، مو هون عندكم ايفنت، لا مو هون، بالنيوز، بالنيوز عفوا، بالنيوز مكتوب عندكم هون هاكر ستور ولا متجر هاكر ولا حسب اللغه اللي انتم حاطينها حبايبي. هيك بندخل على متجر هاكر. اوكي يا اساطير، اوكي لوس. اوكي حبايبي، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون كثير من الجوائز، عندنا واحد جايزه فوق فوق هنيك، اول وحده هي الجايزه الكبرى شباب اللي هي السكين. اوكي يا اساطير، عندنا الثانيه شباب اللي هي حزبة الزعيم ولا اخره، هذول شباب هذول السكنات. طبعا شباب انا راح اختار هذه السكين. اوكي طبعا شباب قبل ما نبلش هذا السكين شباب، ما اعرف اذا لاحظتوا على هذا السكين مره نزلت تسريبات ولا دخلت سيرفرات اخرى شباب كانت موجوده في هذا السكين. اوكي يعني كنت كان متوقع انه يصير. طبعا هذا السكين شباب يعني ذكر السكين اللي نزل بالدايموند، فهمتوا علي كيف؟ يعني هذا شايفين نفس هاي البنت وهذاك الشاب. اوكي يا حبايبي يلا ندخل شباب بسرعه ونشوف الوضع ونكمل بالمتجر. ليتس جو. اوكي يلا افتح فتح. اوكي شباب طبعا انا اختار، راح اعمل هون اختار شيء، انا هي الجائزه الكبرى اللي هي وهونيك على اليمين انا الجائزه الاضافيه. هذا شوف حلو، ناخذ بطاقه تغيير اسم. اوه طلبت ازرق، يمكن ما عندي يا حبايبي. خلينا ندخل شباب شباب شباب، انا 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 شباب راح ندخل نشوف شباب اذا عندي هلا اللبس ولا لا. شباب هاي اول مره بشوفها، خلينا نروح على شخصيه البنت. وين شخصيه البنت؟ خلينا ناخذ كيلي، خلينا ناخذ كيلي شباب نشوف هاي 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 الزرقاء هاي والله باين عليها اسطوريه. يعني بس ناخذ يلا نعمل شويه استعراض لشخصيات البنات. ليتس جو. وين ما اعرف شباب اذا عندي اياها ام لا، الصراحه انا حاسس انه ما عندي هاي اللبسه هاي، والله شيء اسطوري شباب. اذا ما عندي هاللبسه راح اكيف. عندي هاللبسة حلوة وهي كمان، هذول حلوات، في هي كمان حلوة وهي كمان حلوة. هي كمان شيء اسطوري كمان. شو هذا؟ اول مرة بشوفها. هاي تبي الطباخ. والله شباب بصراحة بسكنات البنات عم بكتشف اشياء بحسابي شباب. وينه؟ والله الظاهر ما عندي اياها شباب. اوكي اوكي شباب اوكي 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 اوكي، هيك رح احس انه حصلت على شيئين، شيء استفدت من هاللعيبة. يلا العيبة تشوف. نروح على المتجر هاكر، نرجع على المتجر هاكر يا شباب. طبعا شباب يبلش الحرق، اكتبوا بالتعليقات عليكم بلش الحرق على الدقيقة 4. اوكي بدي اشوف مين يلعب شد بالمقطع من الاول للاخر. يلا ليتس جو، خلينا ناخذ طالبة الازرق. اوكي حبيبي هيك ختم داشا دخل تغيير اسم، رح ناخذ السكين لانه هذا باين عليه لوز. اوكي وهيك شباب نعمل تأكيد شباب بنات، طبعا في سكين بنت هون صار الامر. اوكي رح نجربه كمان. اوكي صدمة كبيرة. طبعا شباب هون لما تدخلون فوق راح تعرفوا شباب، اللي ما بيعرف كم يكلف السكين، طبعا شباب الامر كثير سهل. بتدخل هون عندك هون تحت على اليمين اسعار اللفات، عندك اول لفة ب 9 50 150 300 499 1399. اوكي شباب قول بسم الله الرحمن الرحيم. شباب وينه؟ هي ليش عم بطلع من الحدث هلا؟ ليش عم بطلع من الحدث؟ ليش عم بطلع من الحدث هلا بالصبح؟ خليني ناخذ شفطة قهوة باللوز. اوكي بقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ابلع طير يا جميل. لا تذكري مره اخرى، ما تذكري مره اخرى، فهمنا؟ روح. اوكي 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 بيضة بيضة. طبعا شباب مره بمتجر هاكر شباب حصلت عليه قبل اخر لف وعملت عملت عملت ولا شيء، انبسطت يعني من الاخر يعني.
اوبا هيك حصلت على السكين البنت لوز 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 روح لوز لوز هات لنشوف هات لنشوف شو نحصل على السكين لا بيض بيض يا زلمه يلا ان شاء الله يطلع لنا السكين الشاب شباب ادعوا لنا يا حبايبنا ادعوا يلا ان شاء الله يا رب يطلعوا بيض طبعا شباب بتعرفوا حظي هاي هي كيف اقول لكم يعني اللحظه الحاسمه يعني فهمتوا علي كيف رح نعمل ريفرش نجرب حظنا ان شاء الله ان شاء الله يطلع لنا هي ان شاء الله يطلع لنا يا شباب بليز يلا بليز بسم الله بيض بعرف انا بعرف شباب انا بعرف شباب انا بعرف اشتهيت مره شباب انه يطلع لي شيء من اول لفه طبعا شباب شوف اوكي لازم نشحن الان جواهر اوكي رح نروح لهون شباب يا شباب كثير من الناس عم تقول عليكم انت هكر 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 بشحن جواهر شباب الامر كله ما في شباب هذا هو البرنامج بشحن منه اوكي بشاركوا معي اسمه موقع جارينا شوب سهل بتاخذوا الاي دي من هون تمام تجي لهون ركزوا معي حبايبي انا بجي بقبس على هاي بحط البلاير اي دي بعجي لهون اي ام نوت برو اي ام نوت الروبوت طبعا شباب ناقصنا رح نشحن 1000 جوهره اوكي انا بعمل هيك يا الزلمه بيطلب هذا يا الزلمه هلا وقت يطلب هاي هلا وقت يطلب هاي سيس هيك بيطلع لنا هون شباب مثل ما انتم شايفين هون بيعمل لي سند اللعيبه راح ينبعث لنا راح يبعث لنا الكود شباب نفس الوقت ما بيكون شرح كيف تشرح كيف بشحن انا شباب جواهر طبعا شباب انا بشحن طريق لايك دائما شباب لانه ما بشحن لك مباشره لانه بشحن عادي حاسس انه اسرع وافضل هون شباب شايفين 1000 جوهره هون طبعا 1300 باللوز طبعا شباب انا يمكن ما راح يكفينا هذا الامر وين هاي نجي لهون 1300 كم كان 1344 ولا 1200 سبحان الله يا شباب سبحان الله سبحان الله سبحان الله يلا خلينا نكمل نشحن 200 200 200 جوهره طبعا شباب نفس الكود راح استخدمه واحد ابلع طبعا شباب الموقع بشحن منه موقع يعني جارينا شوب يعني شباب دائما بعمل مسابقات على البث مباشر وفعاليات بعمل سحوبات على الفيديوهات اوكي بالنسبه للسحوبات شباب لحقوا حالكم شباب الشخصيه اللعيبه هي اللي اسمها السكايلر ولا ما اعرف شو شباب راح انزلكم الفيديو راح اعمل عليه سحب شباب تحت بالتعليقات اوكي وين هذا يا زلمه يلا شباب اخر لفه شباب ان شاء الله يطلع لنا هالمره مرات شباب بقول لحالي يعني اخاف ما يطلع لي من اخر لفه شباب من اخر لفه اخاف يطلعوا لي لفه ثانيه شباب ما يعطوني واحده ثانيه بشي مكان ثاني اقسم بالله طبعا شباب هاي حسن على السكين بدنا نروح نشوف هاي اللبسه اللي جبتها والله حلوة والله شيء اسطوري شيء باللوز ثاني حط هاي اوكي هاي شو هاي هاي مكياج مكياج تعب مكياج تعب مكياج تعبان هاي شباب لا 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 هاي عينه صدقون اول مره بشوف هيك اشياء شباب استخدمت البنت اوكي خلينا نفتح هذا الباك قولي تعال 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 يا جميل تعال تعال هات لنشوف هات لنشوف وينك هات نشوفوا السكين شباب قول هات اول شيء القبعه باللوس قبعه اسطوريه يا شباب هالقبعات شباب اللي بتشبه هيك الطويلات وفهمتوا علي يعني شيء مرتب وين اللبسه هات نشوف اللبسه والله حتى اللبسه كمان اسطوريه يا شباب اليوم البث مباشر راح نكيف عليها تعالوا خلينا نلبسها كلها يا شباب طبعا الحذاء مش طبطب التغيير شوي خلينا نعمل هيك البنطال والله البنطال ماشي بشي بس صراحة القبعه شي مرتب تعالوا لهون بس ناخذ هاي نحطه كله شباب ندخل نجربه بالتدريب كل مره شباب لازم اي سكين اجيبه لازم ادخل اجربه بالتدريب هيك اجرب الهيد شوتات ولا وكل شيء ما بعرف اوكي ليتس جو طيب شباب من كل اسطوره شباب اكتبوا لنا تحديات اسطوريه شباب على البث مع البث على البث وبالتعليقات شباب اكتبوا لنا تحديات اسطوريه شباب واكثر اكثر لايكات بيجوا على التحديات شباب رح نعملها على البث مباشره اوكي يا اساطير خلينا ناخذ ناخذ شوت جن قصير ناخذ شوت جن ناخذ بربر خلينا نبربر شباب نبربر من الصبح نشوف مصحصح من الصبح ولا لا شباب بالنسبة للسكين يعني عن جد يعني ما بصراحة حلو يعني مسكنات اللي عم بيغيروه عم بيغيروا اشكال السكنات شباب يعني بالنسبة للقبعة طبعا حاطط مشاح هذا قديم
اسبريزا القبعة عن جد شيء حلو. التشاكيت ولا ال اوه شوف شوف في ازرق من ورا شايفين؟ والله حلو. يلا هلو برو تعال 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 ما تموت يا الله سرق منك كيف. اوكي بلاش اوكي عليكو عليكو انت بلا يلا يلا بلا انت كمان انت كمان بلا يلا سلام يا تعافي لا اوكي شباب تعال ايي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 ي
شو عم يعمل هذا؟ شو عم تعملوا؟ 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 يا زلمة قرود 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 شو عم انت كمان نازل ضرب فيني يا زلمة تصلي على الحبيب محمد لا 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 ميتت انا ميتت لا 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 ميتت بربرته دمي السبعة يا شباب شو عم تعمل تعال تعال اوكي تعال 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 لا تعال بدك تعمل فايت بدك تسكر كل شيء شو عم بيعمل هذا دخيل الله ايه معلم مين قتلني؟ هو قتلني؟ لا يا كلب وانا بفرجك تعال هون لا يا حيوان انت يا حيوان تعال 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 يا سلامي اقسم بالله شاب شو هذا؟ بس هذاك 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 بدي اخذ بطاري هذاك اللي غدرني شو بها هاي 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 وين هذاك 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 شباب ما اسكر الفيديو الا ما اطفي واضح وين 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 لا تضرب عليهم لا تضرب لا تضرب خلوني اروح خلوني بربكم 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 وين ساعتها مكبر مثل النوبات مو هذا هاي عافية وينه؟ وين ما بيطلع؟ وين هو هذا؟ والله بلعني عافية هذا الجوكر معلم وين ما بروح بشوف بس هذاك وين هذاك وين هذاك بدي اشوف وين هذاك هذاك وينه شباب؟ يا اخي وين هذا؟ ايوه كيف انا لا تكوني بحالي انا بدي اروح اجيب هذا لا حاول توتر هذاك شكله طلع شباب هذاك شكله طلع هذاك شكله طلع ثواني وينو تكت اوه علينا انا اشوف هذا هذا جاي لعندي جاي لعندي جاي لعندي يا اخي هذا شوف سرعني 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 لازم اتدرب هلا ده 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 لا شو بجيك عم بضرب فيه ما عم بضرب الثاني ها يخرب بيت سنتكم شباب شباب خلاص بس شباب صار الفيديو كم سوى سنت الفيديو اوكي شباب حلوين هيك بكون تابع مقطعنا اليوم شباب لا تنسوا تحطوا نزل اللايك والشير وتفعلوا الجرس يا احلى ناس ومش صلوا على الحبيب محمد اوكي صلوا على الحبيب حبايبنا بشوفكم ان شاء الله المسويات على البث المباشر يا احلى ناس على الفيسبوك وبس إلى اللقاء